السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. كل يوم وصفة مع هبة التركي، كل يوم مليان بالخير والبركة والرضا من رب العالمين علينا وعليكم، اللهم أمين يا رب. النهاردة هنعمل ورك الديك الرومي بطريقة سهلة وإن شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الزر الأحمر عشان يوصلكم كل جديد، لايك على الفيديو. نبدأ ونقول بسم الله. هنبدأ ونقول بسم الله اللهم بارك. معانا النهاردة ورك ديك رومي. لو عايزة تعملي الديك الرومي بالطريقة اللي هنعملها النهاردة مفيش أي مشكلة. أهم حاجة الديك الرومي أو ورك الديك الرومي يتنقع حلو قوي، يتنقع فترة كافية، يعني لو ليلة كاملة يفضل. كل ما هيقعد في محلول النقع فترة طويلة هتلاقي ان انت بتاكلي اللحمة هتبقى طرية، وكمان بعد محلول النقع هنحطه في التتبيلة بتاعته ليلة تاني هيبقى أفضل وأفضل. تمام كده؟ هو بقاله في محلول النقع ده ليلة. محلول النقع عبارة عن ايه؟ مية، ملح، سكر، ليمون، خل. عايزة تحطي ورق لورا حبهان مفيش اي مشكلة. التتبيلة عبارة عن ايه؟ كوبايتين عصير برتقال، هاخد معلقة كبيرة مستردة، معلقتين سويا صوص، علبة زبادي، معلقة كبيرة عسل ابيض، معلقتين صلصة. بالنسبة للتوابل، بصل بودر، جنزبيل بودر، لو في جنزبيل فرش مفيش اي مشكلة، بابريكا، كاري، كركم، مرقة، فلفل اسود، روزماري، ملح. دي التوابل بتاعتنا. عايزة تزودي توابل، عايزة تشيلي وتحطي توابل، براحتك تلعبي في التوابل مفيش اي مشكلة. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا هاخد ورك الرومي ده هغسله حلو قوي من محلول النقع وهنشوف هنعمل ايه. هنبدأ ونقول بسم الله. زي ما احنا شايفين غسلناه حلو قوي. انا هعمل ايه هنا؟ هبدأ ان انا اعمل له فتحات بالمنظر ده كده في كل الجوانب زي ما احنا شايفين كده عشان تتشرب التتبيلة وكمان ما ياخدش معايا سوا. بسم الله، هفتحه من كل الجوانب. بسم الله، برضو من الظهر كده زي ما احنا شايفين. بسم الله اللهم بارك. كل ده عشان ايه؟ عشان التتبيلة تدخل فيه وكمان ياخد سوا اقل معايا. بعد ما فتحناه بقى بالمنظر ده هنعمل ايه؟ هنجيب بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. زي ما اتفقنا التتبيلة عبارة عن ايه؟ بسم الله، معانا علبة الزبادي، اتفقنا ان هو لازم يقعد في التتبيلة دي ليلة كاملة. بسم الله اللهم بارك. بعد كده احط معلقتين الصلصة، معلقة مستردة كبيرة. بسم الله زي ما احنا شايفين كده زي الفل. معلقتين صويا صوص، ونخلي بالنا واحنا بنحط الصويا صوص عشان ايه؟ عشان الملح. بسم الله، يعني ما نكترش الملح. معلقتين، كوبايتين عصير برتقال. بسم الله، طبعا حبيبة ديك الرومي ايه؟ البرتقال. معلقة عسل كبيرة. بسم الله، زي ما احنا شايفين كده. بسم الله، نزل كده كل العسل. بعد كده احط ايه بقى؟ احط كل التوابل بتاعتنا. بسم الله، طبعا لسه في الخضار اللي هيتحط تحتيه، لسه في بقية مكونات هنقول عليها. بس نجيب كده المضرب. بسم الله، نزود بقى على التتبيله الحلوه دي معلقه خل كبيره زي الفل. نزود كمان معلقتين كبار زيت. بسم الله زي الفل، نقلب بقى كده حلو قوي. بسم الله، التتبيلة دي مش للديك الرومي وبس، لكمان الخضار اللي هيتعمل معاه. بسم الله كده دوبت كل المكونات. يلا بقى بينا ونقول بسم الله اللهم بارك. ننزل كده بالديك الرومي ونتبل حلو قوي زي ما احنا شايفين. بصوا، نخليه ايه؟ يتشرب من التتبيلة الحلوة دي.
المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. وزي ما اتفقنا كل ما هيقعد في التتبيلة فترة حلوة، يعني احنا هنسيبه ليلة كاملة، كل ما هيقعد فترة حلوة كل ما هيبقى لحمه طري وجميل، تمام كده؟ انا بقى هدخله التلاجة وهسيبه ليلة كاملة، وبعد كده نشوف ايه الخضار اللي احنا هنحطه. بسم الله اللهم بارك. سيبنا ورك جيك الرومي ليلة كاملة في التلاجة. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل الارضية اللي هنحط تحتيها ورك جيك الرومي. معانا خضار عبارة عن بطاطس، بصل، طماطم، فلفل، جزر. اهم حاجة اقطعي الخضروات قطع كبيرة لان هتدخل الفرن هتقعد مدة طويلة. كل كيلو جيك رومي هيحتاج ان ياخد معانا نص ساعة. اللهم بارك، ده 3 كيلو فهيقعد معانا ساعة ونص، تمام كده؟ وكمان معانا اهم حاجة الكرفس بيبقى تحفة اللهم بارك. الخضار ده هنحط عليه ايه؟ هحط عليه بسم الله ملح، فلفل اسود، وهاخد من التتبيلة بتاعت ايه؟ بتاعت الجيك الرومي هحطها كمان فوق الخضروات دي. هقول بسم الله، اجي تتبيلة بسم الله اللهم بارك، هاخد منها كده حبة عشان عايزة كله يتطعم ويبقى نفس الطعم. ونقلب بقى كده حلو قوي زي ما احنا شايفين، ما شاء الله، شايفين الجمال. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيبها بقى في ارضية الصينية كل الخضروات الحلوة دي كده زي ما احنا شايفين. بسم الله، بصوا معانا كده زي الفل اهو بالمنظر ده. هجيب بقى الكرفس دلوقتي، بقى هعمل ايه؟ هجيب الكرفس وهقول بسم الله، بصوا احطه بقى تحت كده تجيب بالمنظر ده. بسم الله اللهم بارك زي الفل، حلو قوي كده. هجيب بقى ورك الجيك الرومي بتاعنا بسم الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، ونحطه بالمنظر ده. وفوق ايه؟ التتبيلة الحلوة طبعا مش هننساها. بسم الله ما شاء الله عليه زي الفل اهو، في جمال كده. هيقعد قد ايه في الفرن؟ زي ما اتفقنا هدخله على درجة حرارة 200، هسيبه في الفرن لحد ساعة ونص لحد ما يستوي. انا هسيبه ساعة تمام كده، وبعد الساعة هبدأ ان انا اشيل الورق اللي عليه عشان اسيبه يتحمر. طيب هيقعد في حرارة 200 نص ساعة، يبقى هيبقى درجة عالية نص ساعة، بعد كده هبدأ اهدي النار عليه، تمام؟ هبدأ بقى واقول بسم الله، اقفله بقى حلو قوي كده بسم الله اللهم بارك زي ما احنا شايفين كده. نجيب ورق الفويل، هنقول بسم الله ونقفل بقى بورق الفويل حلو قوي. واعمل ايه؟ هدخله الفرن زي ما اتفقنا، ولما يخلص هنشوفه مع بعض. هنقول بسم الله اللهم بارك زي ما احنا شايفين، ورك الجيك الرومي طالع من الفرن وزي الفل ما شاء الله عليه. وبص الخضار كل حاجة مستوية ما شاء الله عليها. يا رب تجربوه وان شاء الله هيعجبكم وبألف هنا. ورك الجيك الرومي طالع تحفه اللهم بارك، والتتبيله ريحتها جايبه لاخر الدنيا. يا رب تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه، تفعيل الزر الاحمر عشان يوصل لكم كل جديد، لايك على الفيديو، تابعوني على الانستا، واستنوني في حلقه جديده ووصفه جديده وكل يوم وصفه مع هبه التركي. بحبكم في الله وفي حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.